الحقيقة يعني الأخبار لا تتوقف، لأن معادنا دلوقتي مع مجموعة من الأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل. يمكن أهم هذه الأخبار أن النهاردة مترو الأنفاق هيطرح استمارة الاشتراكات للطلبة، وده بجميع مكاتب صرف التذاكر بمحطات الخطوط الثلاثة. وكمان النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان ذوي الأرحام وحقوقهم، بالإضافة لأن دار الأوبرا المصرية هتنظم حفل. الحفل ده هيحييه المنشد علي الهلباوي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فمترو الأنفاق هيطرح استمارة الاشتراكات للطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر بمحطات الخطوط الثلاثة، وهيبدأ من بكرة استخراج الاشتراكات. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان ذوي الأرحام وحقوقهم، وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وإن مدة الخطبة ما تزيدش عن 10 دقائق. النهاردة أتليه القاهرة هيستضيف حوالي 60 شاعر ضمن فعاليات مهرجان شعر العامية السادس دورة بيرم التونسي، واللي بيتم تنظيمه في إطار حرص الأتليه على تنشيط الذاكرة الثقافية وتقديم شعراء جدد. النهاردة هتنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفل فني للمنشد علي الهلباوي على مسرح دار أوبرا الإسكندرية الساعة 8 بالليل.